مرحبا، أهلا وسهلا فيكم طلابي بفقرة جديدة بخليك عالم في العلوم بعنوان كسوف الشمس. كسوف الشمس هو نوع من الكسوف الذي يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة، تقريبا استقامة واحدة، ويكون القمر في المنتصف، أي بمعنى في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري، بحيث يلقي القمر ظله على الأرض. وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضيء، ويمكن أن يؤدي النظر نحو الشمس مباشرة، فندير بالنا، إلى أذية دائمة للعينين أو الإصابة لا قدر الله بالعمى. لذلك تستخدم تقنيات خاصة لحمايتنا وحماية عيوننا في النظر مباشرة عندما تكون هناك كسوف الشمس، بمعنى اتباع أساليب غير مباشرة في مشاهدة الكسوف الشمسي. قد يستمر لأكثر من ساعتين، في حين أن الطور الكلي بمعنى لحظة حجب الشمس اللي موجودة لا تتعدى زمن أقصى 7.50، يعني 7.5 دقيقة في أي مكان يقع فيه الكسوف الكلي اللي كنا بنعرفه كسوف الشمس. وقد يسعى بعض الهواة المولعون بالكسوف إلى السفر. وين بدي يسافروا؟ بيسافروا لوين؟ بيسافروا إلى مواقع نائية، بمعنى مواقع زي الصحراء، زي الصحارة، بغية مشاهدة أو رصد حوادث كسوف الشمس المركزية المتوقعة، لأنها بتكون أفضل الأماكن لرؤية كسوف الشمس. بتمنى تكونوا استفدتوا من هاي الفقرة. أشوفكم بفقرة جديدة. إلى اللقاء.